رشحنا السيد الرئيس للاستمرارية. عملنا معه 21 سنة وشفنا غير الخير معه، الأمن والسلم والاستقرار والازدهار والشباب والنساء والأمازيغية. البلاد واقفة، الجزائر واقفة، والأفلان واقف. ما دام الأفلان موجود، ما دام بوتفليقة موجود، والجزائر تكون بخير. اليوم رشحنا اليوم عيد وعرس نتاعنا نتاع الأفلان. 60,000 جاو من التراب الوطني، رشحنا بصفة رسمية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، راجين منه باش إن شاء الله يوصل المسيرة نتاعو وحنا معاه.